الاختراع تطبيق على الهواتف الذكية طوره شاب لبناني قال إنه سيساعد حتما في تجنيب مستخدمي الطرق إهدار مزيد من الوقت والتعرض للضغوط النفسية الناجمة عن الازدحام وعرقلة السير. يتولى البرنامج إعلام المشتركين بوضع حركة السير أولا بأول طوال ساعات اليوم وبسرعة لا توفر لإذاعة FM ومواقع الإنترنت. ومعنا من بيروت محمد طه مؤسس مشروع مقطوعة الإلكتروني. مقطوعة إذن هنا نفهم منها الطرق التي تكون مقطوعة أو غير مقطوعة، كيف يعني تصلون إلى المعرفة قبل أن تضعوها في البرنامج الإلكتروني؟ حقيقة لدينا نحن عدة مصادر للمعلومات. المصدر الأهم والأساسي هو ما يسمى تقنيا بكراود سورسينج، أي المصدر المعلومات المبني هذا التطبيق. لكن هذا يبقى رهنا بوجود أناس لديهم هواتف ذكية في المنطقة المعنية. ماذا إذا لم يكن هناك يعني من مخبر كما يمكن أن نسميه؟ صحيح. نحن طبعا لدينا فريقنا، مجموعة الشباب الذين نعمل معهم يقومون بمسح كل مواقع الانترنت المتعلقة بالأخبار اللبنانية ومتابعتها أولا بأول، حيث يقومون بتحديث هذا التطبيق أيضا من خلال هذه المعلومات. طبعا نحاول في الأيام القليلة الماضية نحاول الاتصال بوزارة الداخلية اللبنانية من أجل بالضبط مع طوارئ السير في الداخلية اللبنانية من أجل الحصول على معلومات إضافية حول هذا الموضوع. تعني أن تتحدث مصادر أمنية، تفيدكم مصادر أمنية عما إذا كانت الطرق المقصودة آمنة أو غير آمنة، كما كان الحال في السبعينيات مع برنامج آمني وسالكي، يعني حول الطرق. هو الفكرة. نعم، يعني هل ستحصلون على معلومات من مصادر أمنية؟ نحن نحاول ذلك حقيقة. اتصلنا بمصدر في وزارة الداخلية ووعدونا خيرا، المفروض خلال الأيام القليلة القادمة أن نستطيع الحصول على هذه المعلومات. نعم، إذا هل سيبقى الأمر في إطار التطوع أم أنكم يعني ربما تعتمدون مخبرين برواتب أو بمقابل مادي على المعلومة التي يدون بها؟ لا، هو الموديل هو التطوع. طبعا هذا المفهوم موجود في الغرب وناجح جدا عند كثير من مواقع الانترنت والتطبيقات الذكية. طبعا الناس إذا استطاعت أن تحس بأهمية هذا التطبيق سوف تقوم بالتعاون معنا أكثر فأكثر. فنتأمل من المستخدمين أن يقوموا بهذا الدور، ونتوقع ذلك حقيقة. في الأسبوعين الماضيين كان التفاعل إيجابيا جدا، كثير من المستخدمين قاموا بذلك والأمور تتحسن إن شاء الله. شكرا لك محمد طه مؤسس مشروع مقطوعة الإلكتروني في بيروت.